مبروك. أكد المترشح لرئاسة الجمهورية بيرام الدهابيت خلال سهرة انتخابية ترأسها في مقاطعة كرمسين بولاية ترارزا أن البلاد باتت وفق تعبيره بحاجة إلى التغيير المشهود منذ عقود، مستعرضا أبرز ملامح برنامجه الانتخابي، متعهدا في حال فوزه بإحداث تغيير جوهري يقوم على أساس العدالة والمساواة حسب تعبيره. وانتقد المترشح بيرام الدهابيت ما وصفه بفساد القطاعات الحكومية، منبها بخطورة انتشار الأدوية المزورة وضعف التعليم وغياب الاكتتاب في الوظيفة العمومية والوساطة في التوظيف وتقييد الحريات وفق تعبيره، مؤكدا أنه في حال فوزه سيعمل على حل هذه المشاكل وتسويتها نهائيا. ودعا المترشح أنصاره في كرمسين إلى التصويت له يوم 29 من الشهر الجاري. وكان المترشح بيرام الدهابيت قد ترأس مهرجانا انتخابيا في مدينة روسو عاصمة الولاية، حيا فيه أنصاره مستعرضا الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، مؤكدا أنه سيحارب ما وصفه بالفساد، مطالبا أنصاره بالتصويت له وتمثيله في جميع المكاتب. السلام عليكم يا شباب روسو، نساء روسو، شعب روسو المناضل. هذا اليوم يوم كبير ورسالة كبيرة وواضحة ارسلتوها انتم وشعب روسو العظيم لهذا النظام، النظام اللي عطشكم وجوعكم وعدل دشرتكم غبرة وقبض حريضتكم. هامنا نعدلوا إجراء وخطة لتشغيل الشباب الموريتاني جميع مستوياته العلمية والتكوينية والمهنية، لين عدلوا له نفتحوا له أبواب التشغيل من فضلة الدولة الموريتانية والفضلة الدولة الموريتانية تعدل ذاك ندور نسقيه الموريتان عطاشة، نعدلهم النقاط الصحية في البلايدات السكنية كامل، المال صالح للشرب وعندنا فضلته. وكان المترشح للرئاسيات بيرام الدهابيت قد ترأس بمقاطعة تركيز تجمعا انتخابيا بيّن فيه جوانب من برنامجه الانتخابي، متعهدا في حال فوزه بفتح أبواب التشغيل وتوفير التأمين الصحي الشامل. قبل ذلك وفي قرى سرانجوكو وأفجيجير وأولولوبو بولاية البراكنة ترأس المترشح بيرام الدهابيت تجمعات دعائية تحدث فيها عن مشروعه الذي يهدف حسب تعبيره إلى تحقيق مستقبل أفضل لجميع الموريتانيين. وأحث المترشح بيرام الدهابيت أنصاره على التصويت له يوم 29 من الشهر الجاري وعلى اليقظة وتمثيله في جميع مكاتب التصويت.